نوع من الاحتقان، لكن الفقرة ديت نو كومنت، لا تعليق. مين اللي قال إن الخطيب أسطورة يا كابتن فاروق؟ ومع احترامي لأخويا الكابتن فاروق جعفر اللي قاعد يقول على الخطيب الأسطورة الذي لم يحدث، لا لا مش أسطورة، لا مش أسطورة، لا مش أسطورة. ليه يا كابتن فاروق كده تقول على الكابتن الخطيب أسطورة يا راجل؟ طب هو مين اللي قال على الخطيب أسطورة أصلا؟ نشوف. هذا هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية. نبتدي بأول شخصيتين، حسن شحاتة ومحمود الخطيب، تختار مين؟ الخطيب. محمود الخطيب وفاروق جعفر. محمود الخطيب. كمان محمود الخطيب. مع محمود الخطيب صالح سليم. محمود الخطيب. إبراهيم يوسف ومحمود الخطيب. الله يرحمه إبراهيم. محمود الخطيب. محمود الخطيب ده كان حدوتة. عصام الحضري. محمود الخطيب طبعا. طيب حسام حسن والخطيب. محمود الخطيب أسطورة لم ولن تتكرر، عشان نجيب من الآخر. محمود الخطيب أسطورة لم ولن تتكرر، عشان نجيب من الآخر. أنا أرى أن أوجه المستشار مرتضى اللوم إلى المستشار مرتضى، كيف يصرح بأن الكابتن محمود الخطيب أسطورة لم. بص شوف، عندما تكون الأمور طبيعية الحقيقة تظهر، لكن في حاجات إحنا مش فاهمينها في الخلفية، لماذا كل هذا التحامل في كل مناسبة على كابتن محمود الخطيب؟ يوما ما هنعرف الحقيقة.